أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم نستضيف كبار رجال الأعمال الذين أثبتوا همتهم وبراعتهم في بناء هذا الوطن العزيز على قلوبنا. وطبعا بداية اللانهاية من شركة مورغان ومن سعادة رجل الأعمال الأستاذ سامي مورغان، وهو أشهر من يعرف في الاستشارات الهندسية، الذي لطالما أفنى عمره في بناء هذا الوطن العزيز. رحبوا معي الآن بسعادة رجل الأعمال والمهندس الأستاذ سامي مورغان. بداية مساء الخير. مساء النور وشكرا. أستاذ سامي مورغان، نتعرف أكثر من هو سعادة المهندس سامي مورغان وعن بدايات حياتك العلمية والمهنية. أنا مواليد الإسكندرية وتخرجت من جامعة عين شمس قسم العمارة سنة 1977، وبعد كده التحقت بالعمل مع مكتب دكتور فاروق الجوهري وجيت على أبوظبي لمدة 3 سنوات، وبعد كده رحت كندا درست 3 سنين فلسفة وتاريخ. جميل. طبعاً نتحدث أكثر عن شركة مورغان الاستشارات الهندسية. طبعاً بعد رجوعك إلى الإمارات بعد ما طلعت إلى كندا، انت رجعت على الامارات، حبيت تبني اساس حياتك هنا، تم افتتاح الشركه او تمت مواصله بناء حياتك في شركات اخرى؟ كانت البدايه مع شركه كنديه وابتدينا في ابو ظبي، عشان كده حبيت ان انا اكمل باسم مورغان للاستشارات الهندسيه في ابو ظبي. حلو. متى تم انشاء هذه الشركه استاذ سامي؟ 1991. أستاذ سامي مورغان، نتحدث الآن أكثر عن أبرز الخدمات والمميزات الموجودة بشركة مورغان للاستشارات الهندسية. أبرز الخدمات اللي قدمناها في أبو ظبي بصفة خاصة والعين، اشتركنا في مشاريع استاد محمد بن زايد اللي هو استاد نادي الجزيرة، مبنى مكاتب وزارة الإعلام والثقافة، مركز الأخصاب والكشف الوراثي في مدينة العين، مركز غسيل الكلى في مستشفى خليفة في أبو ظبي، مستشفى غياثي، مركز نيو إنجلاند للأطفال المصابين بالتوحد في مدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى مجموعة من كثيرة من الأبراج السكنية والفلل السكنية. جميل. سأل سامي بن أنا تدخلنا أكثر في المشاريع التي تم تنفيذها من مقابل شركة مورغان للإستشارات الهندسية. كل إنسان ناجح سأل سامي وهو إنسان قابل للنجاح أكثر وأكثر، هنالك بصمة أمل في حياته دائما بيخليها مميز عنده وبيفتخر أنه كان وجود يده اللي فيها. نتحدث أكثر عن هذا المشروع المميز لدى سعادة المهندس سامي مورغان. المشروع اللي تم تنفيذه وأنا بشعر أنه كتير مميز في أبو ظبي، اللي هو مركز نيو إنجلاند للأطفال المصابين بالتوحد، لأنه بالإضافة إلى أنه كان تحت اهتمام مباشر من سمو الشيخ محمد بن زايد. جميل. طول عمره، أنه كان زي ممكن تقول 7-star school، يعني مدرسة رائعة جدا ممتازة، وأخذت جوائز عالمية جدا، ولخدمة فئة من الأطفال محتاجين رعاية خاصة جدا ومهملة في كثير من بلادنا. جميل. أستاذ سامي مورغان، نتحدث الآن أكثر خاصة في عالم الاستشارات الهندسية، كيف يتم الترابط بين شركات الاستشارات والمقاولين والمالكين هنا؟
هناك ترابط واضح طبعا بين الملاك والمقاولين والاستشاريين، وبيختلف حسب المكتب وحسب المالك وحسب المقاول بصفة خاصة. ولكن مع مرور الوقت والسنين يربطك بهم ليست علاقات عمل فقط، ولكن أيضا بتتواصل علاقات إلى اجتماعية وعلاقات منسبات مختلفة، بالإضافة إلى أن في بيكون مع الوقت في بيكون في علاقة ثقة يمكن أن تبنى، بحيث أنك ممكن تستمر في مشروع وأكثر وأكثر وأكثر. بالرغم أستاذ سامي أنه هناك مناوشات أو مناقشات بتكون داخل المشروع بين الاستشاري والمقاول والمالك. طبعا، لكن إذا كانت كل حاجة بصورة حسب العقد وحسب القانون في الآخر زي ما يقولوا ما بيصح غير الصحيح، ربما بتحصل مشاكل، ولكن في الآخر الحق إذا والاستشاري هو الميزان في الحقيقة. صحيح. يعني صفة الاستشاري ووظيفته أن يكون بالميزان بين جميع الأطراف. صحيح. فإذا الميزان ده كان مختل بتختل كل العلاقات، لكن إذا كان متزن العلاقة ربما بيحصل مناوشات زي ما ذكرت حضرتك، ولكن في الآخر بترجع بتسير على الطريق الصحيح حتى لو بعد سنين. صحيح. أستاذ سامي مورغان، نتحدث عن أكثر عن شركة مورغان، عن صف الموجودين والمهندسين الموظفين لديك، وما هي خبراتهم العلمية والعملية؟ احنا في الوقت الحاضر تقريبا حوالي 55 ما بين مهندسين، اغلبهم مهندسين، يمكن 40 مهندس، بالإضافة الى الستاف اللي هو بيدعم هذا في كفورمانز او محاسبين او علاقات عامة وسكرتارية، واغلبهم خبراتهم في مجال المستشفيات، وهي يعني لان ده اغلب شغلنا. وطبعا زي ما انت عارف ان المستشفيات في التصميم المعماري يمكن من اصعب المباني اللي محتاجة خبرة خاصة. صحيح. وعشان كده الستاف ده ممكن يقوم بأعمال أخرى كتير، يعني باقي الأعمال كالأبراج السكنية وكالمدارس وكالأمور مختلفة. جميل. طبعا أستاذ سامي، أنت قبل اللقاء ذكرت أنه هناك فرع آخر للشركة في منطقة العين، نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. إيه، هو مكتب أصغر طبعا من مكتب أبو ظبي، وحسب المشاريع في الوقت الحاضر احنا انهينا مركز الاخصاب والكشف الوراثي تبع القياده العامه القياده شرطه ابو ظبي، القياده العامه، وزائد مجموعه من الفيلا المختلفه. جميل. استاذ سامي، كل انسان ناجح له رؤيه مستقبليه، له نظرات مستقبليه، ما هي طموحات سعاده المهندس رجل الاعمال الاستاذ سامي مورغان إلى الأمام لشركة مورغان الاستشارات الهندسية؟ هي طموحاتي هي الاستمرار. الاستمرار في تقديم خدماتنا الفنية ربما بصورة أحسن وأفضل من الوقت السابق لدولة الإمارات اللي بتستحق أكثر من كده، بالإضافة إلى المحافظة على العمل، المحافظة على الاستاف الممتاز اللي عندي، المجموعة من المهندسين اللي فضلوا معانا سنين طويلة وصبروا معانا، بالإضافة إلى أني أستطيع أن أدعم أسرتي وأولادي وأحفادي أنهم يستمروا في هذا البلد الممتاز. جميل. أستاذ مورغان، من ذكرنا هذا البلد أيضا، من أين أتت هذه الشعبية العالية والمميزة لشركة مورغان استشارات الهندسية بالرغم وجود شركات كثيرة منافسة في الإمارات العربية المتحدة؟ يمكن زي ما ذكرت من شوية ان احنا ما بندور على المشاريع الكبيرة ولا على الشهرة، ولكن بنحاول في كل مشروع مهما كان صغير ان احنا نشتغل فيه بأمانة حسب المهنية العالية اللي تعلمناها، بالإضافة إلى الخدمة للمالك. اهتمامنا أن احنا نخلي المالك أو صاحب العمل مرتاح، والأشخاص اللي هيستخدموا المبنى فيما بعد مرتاحين، بغض النظر عن المكاسب المادية أو عدد المشاريع. جميل. أستاذ سامي مورغان، نحن نعلم الإمارات العربية المتحدة تنعم بنعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادات الحكيمة والرشيدة
في جميع هذه الظروف الحالية، ما هي رسالة الشكر والتقدير لشيوخ وحكام الإمارات العربية المتحدة من ساعة رجل أعمال المهندس سامي مورغان؟ وفي الحقيقة الكلمات صعب أنها تعبر عن الشكر والامتنان طبعا لحكام دولة الإمارات. وأذكر بصفة خاصة طبعا سمو الوالد الشيخ زايد الله يرحمه، وبلا شك أولاده مشيين على نفس الطريق. إن دولة الإمارات في الوقت الحاضر لو تبص حواليك يعني كتير مميزة، وخصوصا في موضوع الأمن والأمان. يعني بلاد كثيرة اللي كانت تتميز بالأمن والأمان فقدت هذه الصورة في أوروبا الغربية، في أمريكا، في كندا، ولكن الإمارات رصدها بيعلى جدا وبصفة خاصة في موضوع الأمن والأمان. وده لحكمة وتسامح وطيبة وذكاء وخبرة، يعني مش عارف كلمات كثيرة جدا، ولكن النتيجة بتتكلم عن نفسها. صحيح. يعني أنا من 81 في أبوظبي وعندي باسبور كندي، ولكن أنا جايب أولادي هون وجايب أحفادي هون عشان اختيار اللي أنا شايفه إن هي من أفضل البلاد اللي ممكن الإنسان فيها يعيش فيها بأمان وتسامح ومحبة. صحيح أستاذ سامي، وأنا بضم صوتي لصوتك في هذا الموضوع. سعادة المهندس سامي مورغان، قبل أن يداهمنا الوقت في هذا البرنامج، كل إنسان في بدايات حياته، في بدايات تأسيس شركته الخاصة أو بزنسه الخاص، كانوا هناك ناس داعمين له واقفين بجنبه، شو بتوجه رسالة شكر لهم عبر برنامج نبض الاتحاد؟ أنا مش حابب أذكر أسماء حتى ما أنساش حد، ولكن بلا شك في خلال 36 سنة أنا بوجه شكر للكل كان داعمنا في شغلنا كمكتب، من ملاك، من رؤساء إدارات مراكز حكومية، من البلدية، من الأشغال، من صحة، مجموعة كبيرة من الناس اشتركوا معنا في النجاح اللي احنا وصلنا له. إن شاء الله تعالى إلى الأمام دائما وأبدا سعادة المهندس سامي مورغان. سعادة المهندس سامي، في نهاية لقائي الجميل أنا بوجه لك رسالة شكر من برنامج نبض الاتحاد لاستقبالك الرائع لنا في مكتبك في شركة مورغان استشارات الهندسية لدعمك برنامج نبض الاتحاد. شكرا جزيل الشكر. شكرا لكم جميعا. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، كان معنا من زاوية رجال الأعمال، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع، سعادة المهندس سامي مورغان من شركة الاستشارات الهندسية الكانة في منطقة أبو ظبي. وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله. دارنا في عقدها سبعة قلوب، بالغلا كل قلب في الثاني يذوب. دارنا في عقدها سبعة قلوب، بالغلا كل قلب في الثاني يذوب. ملتقى كل الأحبة والشعوب، ملتقى كل الأحبة والشعوب. كم قلب ذاب في حبها وهام، كم قلب ذاب في حبها وهام. دارنا دار المحبة والسلام، والقمر يخفى على قدها وينام. الإمارات أحلى غنوة بها الزمان، يا سلام الله عليها، يا سلام، يا سلام. الأبي وعاصمتها بالفخار هي بوظبي.